La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aliyun wa شيخ عبدالله ومين لم نراكم تواظب المسجد إن شاء الله يا أستاذ الكريم أنا عندي سؤال تفضل كيف يثبت هلال شهر رمضان أحسنتم سؤال جميل جدا طرق إثبات هلال شهر رمضان أربع طرق الطريق الأول هو الرؤية ممكن أنت ترى الهلال أو أنتم جماعة ترون الهلال والطريقة الثانية هو أنتم لم تروا الهلال ولكن شخصان يأتيان ويقولان لكم لكم أن نحن رأينا الهلال هلال شهر رمضان وهذان الشخصان عادلان هذا هو الشرط والطريقة الثالث هو طرق تثبت لنا الإطمئنان في القلب هذه الطرق أيضا تثبت لنا هلال شهر رمضان ومن ضمن الطرق كما في عصرنا الحاضر بعض الوسائل أو الآلات التكنولوجيا مثلا يقولون التلسكوب إذا في اطمئنان أيضا ما في مشكلة يثبت لنا هلال شهر رمضان والطريق الآخر هو كلام الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي إذا قال ثبت شهر هلال شهر رمضان أيضا يعني نقبل كلامه إن شاء الله هذه هي الطرق إذا يعني ثبتت لكم إن شاء الله هلال شهر رمضان يثبت السلام عليكم ورحمة الله نحن في الخدمة نحن في الخدمة إن شاء الله تنصرنا